بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه بعض الصور باسم الحاج العباس القادري البوتشيشي رحمه الله تعالى. أخذت هذه الصور في شهر يونيو من سنة 66 900 وألف. هنا نرى الحاج العباس رحمه الله في زيارة لضريح سيدي يحيى الموجود بناحية وجدة، ويقال أن سيدي يحيى هذا كان من حواريي سيدنا عيسى عليه السلام. رفقة الحاج العباس نرى بعض مريديه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللهم ألحقنا به وأنت عنا راض يا أرحم الراحمين، آمين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما Thank you.
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى